يا ولدي سميطة، احنا طلعنا من الدار مبسوط، علامة نكدت فجأة شو بي؟ أنا آسف يابا، بس شفت البنت اللي ودي أتجوزها هي قدامنا، وهذه مهرها يابا 90,000، وما طلبت، وأنا معيش غير 30,000، لهيش نكدت. طيب طيب يابا، ومين هذا اللي جنبها؟ هذه أمها يابا، الأرملة اللي لأنه ما عندهاش جوز جاية تفشغلها بيا وتحرمنا من قلوب بعض. طيب لعاد اسمع، هات المصارى اللي معك وبكرة حجزلنا موعد عندهم رح نزورهم. بس يابا والله ما توافق، والله ما توافق، حاولت معها كثير. يا رجل ما عليك، هات المبلغ اللي معك وحجزلنا موعد بكرة رح نزورهم، وما عليك بباقي التفاصيل. أتمنى منك يا هانم إنه ما تقاطعيني غير لمني أكمل كلامي. ولدي سميطة ودي يتجوز بنتش سماح، وهي 10,000 مهر إلها. هاي بس إنه لو سمحتي قلت لك لا تقاطعيني، خليني أكمل كلامي للأخير. وهي كمان 10,000 هذولا مهر، بس مو للبنت، إيلك يا حلوة يا كنافة أنت يا برتقالية، لأني ودي أتجوزك. على بركة الله، مبارك لهم وإلنا كمان. يابا طيب والعشر ثلاث الأخيرات وين بدك تروح بيهن؟ هذولا يا غبي عشان الراضي بيهن أمك.